بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمين يا رزاق يا حنان يا منان يا هادي يا معلم. يقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ حيث أن جعل فيكم أنبياء، يعني جعل الأنبياء نابعين منكم أنت مش من أقوى مخ. افهموا بالضبط، من وقت سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى سيدنا عيسى عليه السلام كلهم نابعين، بالنسبة لبني إسرائيل نابعين من أمة اليهود، صدير إيسان توس دوريجين جويف. حتى سيدنا عيسى عليه السلام أصله يهودي، لكن لا يهودي المحرف لقانون الله، بل يهودي اللي هو يريد حسب ما بعث ربي في شأنه أن يعيد إقامة الدين اليهودي. وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وعلاش نعرفوا على اليهود ونصر نازلين من اليهود؟ نعرفهم أهل باطل والكذب وبوتان، وليس لهم علاقة بالدين الذي ارتضاه الرحمن. هذا يقول وجعلكم ملوكا، يعني كيف سيدنا داود وابنه سيدنا سليمان عليهما السلام. فيقول إذا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم البوزاك أكردي ما لم يؤتي أحد من العالمين، حتى عد ما عنده لي فضل لي عندكم أنت كي سون دوني دو لابار دالله. نعود والحمد لله والعمد العود إلى الرحمن، عود خير ونجاح وفلاح.